اتكلمت مع حضراتكم النهاردة في بداية الحلقة عن الشاب نور اللي شغال في شركة الاتصالات والمدير بتاعه ضغط عليه لفترة من الزمن وبعد كده رفضه فالشاب راح موت نفسه أو انتحر. فديك فرصة النهاردة نتكلم على حقوق العامل وحقوق المؤسسة على فكرة، لأن احنا كتير لما بنتكلم على حقوق العامل ننسى حقوق المؤسسة. يعني العامل أو الموظف إيه الحقوق اللي ليه والمؤسسة كمان إيه الحقوق اللي ليها؟ افرض النهاردة في موظف ما مش عايز يشتغل وكل يومين ياخد يوم أجازة وكل يومين أجازة مرضية والنهاردة خالتي تعبانة وبكرة ستي ماتت وفي ناس كده على فكرة في ناس كده يعني أنت مش مشغل الموظفين كلهم ملايكة يعني. ففي حقوق للعامل وفي حقوق للمؤسسة، إزاي كل واحد يعرف الحق اللي عليه وإذا المؤسسة أثرت أو الشركة أثرت في حق العامل، العامل يروح فين ويجي منين، وإذا كان كمان العامل مقصر في شغل والشركة مش عايزاه تقدر تمشيه ولا ما تقدرش، ده حاجة. موضوع الفصل التعسفي اللي هو أنت يجي الصبح زي ما قال نور كده بقول لك إيه أنت شكلك مش عاجبني النهاردة مرفوض، الله وفي حاجة اسمها كده يعمل ايه العامل او الموظف في الحاله دي؟ تعالوا نسال اكتر ونعرف اكتر، لكن اسمحوا لنا نرحب بالاستاذ هاني رمسيس المحامي بالنقد والاداريه العليا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ، منورنا. شرف لي. شكرا. ابرز الحقوق للعامل، وهل نقدر نقول حقوق العامل وحقوق المؤسسه؟ طرفي العمل، العامل والمؤسسه اكيد، واي حقوق مش متوازنه بين الاثنين في حال انفتاح الاقتصاد الكبير الموجود في مصر، وفي حالة وجود القطاع الخاص هو بيمثل القطاع الأكبر في تشغيل الناس، ده هيعمل عدم توازن. فلازم طبعا حقوق العامل حقوق المنشأة يبقوا تقريبا متوازنين. جرى العرف ان هو بيقول ان العامل الطرف الأضعف، لكن الحقيقة في بعض العمال برضو متعبين جدا، يعني عندهم حالة تقاعس في العمل، وفي بعض المنشآت متعسفة جدا في التعامل مع موظفيها. صحيح. الحاكم بين الاثنين هو القانون. حاليا هو قانون 12/2003. قانون 12/2003 يعني جه بعد قانون ما كانش وحش، كان عاوز يطور علاقة العامل بالمنشأة ويعمل جزء يعني ارتباط حالة العدالة الاجتماعية بين أطراف المجتمع كلها. العامل نمرة واحد عشان يبقى ليه علاقة بمنشأة لازم يؤمن عليه، يعني أي عامل يخش منشأة ما يؤمنش عليه دي مشكلة، إلا إذا هو كان مؤمن عليه في منشأة تانية وطلبوا إغلاق التأمينات بتاعته، هو تقاعس أو تأخر لأسباب ما دي مشكلته، لكن المنشأة بعد وقت لا يمكن إنها ما تأمنش عليه. تأمين المنشأة العامل أحد أهم الضمانات اللي اهتم بها القانون، هتتم وبتحصل مخالفات للشركات أو المؤسسات اللي ما تأمنش على العامل. العامل بيبقى تحت اختبار لمدة أول ثلاث شهور، ودول لو ترك المنشأة ورجع لها تاني الثلاث شهور ما بيتعادوش تاني. يعني هو عامل أو هيشتغل مثلا في شركة سين، فاشتغل في شركة سين ديت لمدة ثلاث شهور وانتهت مدة الاختبار، وجي بعد سنة أو سنتين سابها ومشي، لو رجع لها بعد شهر اتنين سنة ما تتعادش مدة الاختبار تاني، يبتدوا على طول من أول يوم يبتدي يشتغل. ثلاث شهور ده يحق للمنشأة أو العامل إنهاء علاقة العمل بحرية تامة وبدون أي ضمانة. كل واحد شاف إن هو بعد ثلاث شهور قانون عملها مدة كده مقبولة، هو شاف بعد ثلاث شهور إن هو مش مستريح، أو المنشأة العكس شافت ان العامل ده لا يتناسب مع بيئه العمل بتاعه وطبيعته ما تنفعش. يعني انا لما النهارده بقدم في شركه وفي ثلاث شهور يعني ما مضيش ورق مع الشركه؟ لا بيمضي عقده. لكن القانون اباح للشركه انها تنهي علاقه العمل لعدم الصلاحيه. تمام. ما تضرش العامل في حاجه ولا تضر صاحب العمل، وهما ما يعني هو احناش مع بعض، الترس بتاعه ما جاش في المنظومه خلاص. ده مقبول جدا، ودي اباحه اداها القانون للشركات والمنشآت وادها للعامل. يعني كان عندي قضية العامل في خلال أول ثلاث شهور، في آخر أسبوع في ثلاث شهور قال لي أنا مش مستريح، عامل لهم فاكس وعامل لهم بعض الإجراءات اللي اتفقنا عليها يعني تمام، وأختارهم وهم ادوله بعد وقت إخلاء طرف. بس كان في بعض المنشآت تحط لك بند تعويض بيبقى بيسموه بند إذعان،
بيقول لك ان هو لو سابني في خلال مده كذا بيدفع 20,000 جنيه، بيدفع 100,000 جنيه، 300,000 جنيه. هو بيبقى مبرر الشركه وقتها يقول لك انا بدي له اديته كورسات وعلمته ودربته. الفيصل بينهم المحكمه. يعني النهارده لازم الشركه تقدم ما يفيد الكلام ده. ولازم العامل يفيد ان هو ما خدش الكلام ده. يعني انا العامل اللي كان معايا دوت هو لسه شغال وحط عليه 20,000 جنيه في اول 3 شهور. يعني هو او عقده السنه الاولانيه وعاوز اطبق عليه في اول 3 شهور، عملت له قضيه تعويض عاوز تاخد منه المبلغ ده. طبعا المحكمه رفضت تماما الطلب دوت وكسبنا القضيه، لان دي للعامل وصاحب العمل تمام حريه اختيار في مده الاختبار. تمام، دي اول نقطه. تمام، او اظنها النقطه، لان التامين امر اساسي، العقد امر اساسي. يعني ما تروحش تشتغل في منشاه تقضي لك شهر 2 3 وما مضيتش عقود. بس انا النهارده انا عندي ترجع تزعل تقول ان انا ما خدتش حقي. اي فندم، انا عندي مصانع كتير النهارده، وحتى الرئيس وهو بيتكلم كان بيتكلم على نسبه كبيره من المصانع مش مقننه وفيها الاف الناس شغاله، يعني ملايين الناس كمان لو احسبها. لا، ما هو على مستوى احنا بنتكلم النهارده ده طبيعي. الوضع الطبيعي، يعني قصدي على فكره التامين الوضع الطبيعي. لا، انت تمسك بحقك، اسال. ما برضه هنا انت قضيت سنه وما سالتش انت مؤمن عليك ولا لا، تتحمل مسؤوليه ده. لكن في وسائل اثبات اخرى، يعني عشان برضه ايه نطمن العامل، انت قضيت سنه وما امنوش عليك. لا، في وسائل متعدده جدا تثبت بيها حاجتين، تثبت بيها ان انت اشتغلت وما امنش عليك، وتثبت فيها مده العمل. من ضمنها الاجر. الاجر بينزل لك فين؟ هل بتاخده بورق؟ يعني بتمضي على ورقه، بتاخده مانوال، يعني بتاخده شهريا بتستلمه بالايد، ولا بيتحول لك على بنك، ولا بيجي لك ازاي؟ ما لا، الاجر لو بيتحول على البنك انت بتجيب شهاده من البنك ده من مده بدء تحويل الاجر حتى تاريخه، وبتثبت مده العمل. برضو اي مكاتبات، يعني انت رحت مكتب العمل وطلعت كعب العمل موجه لشركه كذا، ده برضو وسيله اثبات. يعني في شهاده الشهود وسيله اثبات ان انت معاك زملائك. طب تقول لي من الواقع العملي بقى، طبعا الموظفين الموجودين هيخافوا يروحوا يشهدوا، ان هما برضو كله خايف على شغله واكل عيشه. الوسائل الاخرى استخدمها، يعني ما تسيبش وسيله ما تستخدمهاش. اذا كانت المنشاه مش عاوزه تامن عليك، لكن الطبيعي المنشات المحترمه كلها حاليا، وانا شايف ان اغلب المنشات كمان بتامن على الناس، لكن انت برضو ما تقصرش في حق نفسك وترجع. انا ده اذا كان خص العامل، فانا عايز اتكلم حضرتك بخصوص المؤسسه. اذا كان العامل مستهتر وبعد الثلاث شهور بان قوي ان هو مستهتر وكل يومين والثلاث اجازه، اصل انا بطني وجعاني، اصل انا ستي ما اعرفش مالها، الكلام ده بيحصل كتير في مصر. لكن هستاذنك معانا التليفون لحضرتك. معانا استاذ جرجس من اسيوط، اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ حاج، منور الشاشه يا استاذنا الفاضل. ده نورك، ربنا يخليك. اتفضل يا استاذ جرجس. السؤال للامانه، انتوا النفس اللي احنا بنتنفسه في الجمهوريه كلها. اشكرك، كتر خيرك، تعيش. اتفضل السؤال. الله يخليك. وهو لا ربنا بس، وانتوا مش هنقدر نوصل صوتنا لاي مسؤول. لا، العفو العفو، ربنا يخليك. اتفضل سؤالك يا استاذ جرجس. انا متاخر في الترجيه 4 سنين، كان المفروض انا اخدها في 2014، ادانا في 2018. فأثرت على التربية اللي بعد كده، اللي هي أنا كنت على التالتة، حاليا على التالتة، كان أثرت على التانية، كان المفروض أنا أخد التانية السنة دي، مش هيدهاني. أيوة. أنت حضرتك حضرتك اتأخرت في الترقية، صح كده؟ أيوة، 4 سنين. طيب بتسأل على إيه بقى؟ هل ليها حل ولا لأ يعني؟ ايوه، ليه؟ طيب، عينيا يا استاذ جرجس، عينيا. اخد استاذ لطفي. استاذ لطفي، اهلا بيك. ايوه، اهلا بيك. اتفضل يا استاذ لطفي، سؤالك. معايا الاستاذ اسحاق. ايوه يا فندم، معاك يا استاذ لطفي، اتفضل. ايوه استاذ اسحاق، اهلا يا استاذ لطفي، اتفضل سؤالك. صباح الخير يا استاذ اسحاق. صباح الفل والورد، اهلا بيك. عايز اكلم ايوه يا فندم، سؤالك. سؤالك يا استاذ لطفي، عشان وقتنا الله يخليك. سؤالك. السؤال ده، جوز بنتي كان شغال في وزارة الصحة، هو دكتور، وبعدين يعني اشتغل 6 سنين، وبعدين 5 سنين سافر انجلترا. تمام. بياخد هناك تدريب في انجلترا، فدفع 3 سنين مع فلوس المعاشات وما كملش، وبعد كده عمل انقطاع العمل.
موقفه ايه بقى في المعاشات كده يا استاذ حق؟ طيب اشكرك جدا، اشكرك جدا. اول حاجه السؤال الاولاني، بس مش عايزين ننسى موضوع فصل التعسف عشان نتكلم فيه. لكن السؤال الاولاني لحضرتك، موضوع الترقيه اتاخرت، هل دي ليها حل؟ ما قداموش غير مجلس الدوله يرجع للجنه فضل المنازعات في المنشاه اللي هو الجهه ده، طبعا قطاع عام، احنا بنتكلم على قطاع عام دلوقتي. لجنه فضل المنازعات، لجنه فضل المنازعات بتصدر قرار، بناخد القرار ده بنرفع دعوه في مجلس الدوله في الدائره المختصه بالنزاعات العاملين بالدوله، تمام، وهي بتاخد قرارها طالما عنده احقيه، يعني الورق يثبت الاحقيه بتديله. تمام. طبيب كان تاخد وقت قد ايه؟ لان الموضوع ده بيشغل الناس جدا. مش اقل من سنه. مش اقل من سنه، ممكن تزيد لكن مش اقل من سنه. طبيب ساب العمل او قدم استقاله او قدم اجازه وابتدى يروح يدرس بره وبعدين يرجع؟ قدم استقاله حاجه، قدم اجازه حاجه. غالبا قدم اجازه، طالما هو طالع راجع بيسال على التامين بتاعه يبقى اكيد طالب اجازه. مش قدم اجازه يبقى لازم جهه العمل قبلت، سوري، قدم اجازه لازم جهه العمل تبقى قبلت الاجازه وبتدي له بقى في نظام قانون العاملين الجديد بيدفع مبلغ معين، تمام، خاص بالتامينات الخاصه بيه، وبعد كده طول فتره الاجازه ليها مده معينه، بعد كده لازم يرجع، ما رجعش بينهي علاقه العمل. طبعا اللي بيشغلني، عارف حضرتك ايه دلوقتي؟ زي الطبيب راح يشتغل في انجلترا 7 سنين وبعد كده راجع هنا ادور على المعاش. طيب معانا مين على التليفون؟ ومتضايق يعني. معانا مين على التليفون؟ استاذه اميره، اهلا بيكي. بحضرتك بص حضرتك، انا كنت شغاله، ممكن اكلم الاستاذ هاني؟ ايوه اتفضلي سؤالي. بص انا كنت شغاله في شركه للبصريات لمده 10 سنين، وللاسف حصلت مشكله ما يعني، وطردوني قصد تعسفي بعد 10 سنين وانا كان متامن عليا. كنت عايزه اسال على ايه الاجراء القانوني اللي انا المفروض اعمله معاهم؟ ده سؤالنا كلنا دلوقتي. يعني طرد تعسفي. للاسف المشكله ان انا عملت نظارات للكنيسه على سبيل التبرع وما رجعتلوش للاسف. لا لا، ايه لا يعني ايه عملت نظاره؟ ايه علاقه الكنيسه والنظارات بالقصه؟ انا عملت حاجه للكنيسه تبرع وعاملها زي كاني حطيت في صندوق العطاء، فما بلغتوش، راح طاردني طرد تعسفي. دي كل القصه. ارتباط الكنيسه بموضوع؟ لا طبعا. هي يعني هي اخطات كده، انت حضرتك يعني عملت خطا في العمل، ما اكيد ده عشان بس ما اعترفته. تمام، انا بشكرك جدا. هي كانت شغاله في شركه بصريات، فيبدو ان هي عملت حاجه من ورا صاحب العمل، فهو اعتبر ان ده تجاوز في حقه. طيب خلينا نمشي في موضوع فصل التعسفي. فصل التعسفي تمام. في لائحه جزاءات موجوده في اي منشاه، اي منشاه بيتم عمل لها رقم تاميني، تمام، انها منشاه خاصه وبيبقى ليها لائحه جزاءات بتتختم من هيئه العمل التامينات من مكتب العمل الخاص بها، وبتتعلق في مكان ظاهر في المصنع في الشركه الى اخره. 2، ارتكب العامل مجموعه من الاخطاء، يعني جه النهارده الصبح المدير بيكلمه راح شتمه مثلا، جه بيقولوا له اعمل كذا مش عامل. أيوة. كل الحاجات دي ليها جزاءات خاصة بها. طالما جزاءات مجموعة من الأخطاء اللي ممكن تحملها، يعني أما الأخطاء اللي مش ممكن تحملها يعني أضر ضرر جسيم بالمنشأة، سرق الخزنة مثلا، ده سرقة، وممكن يكون عمل يعني هو مثلا كهربائي، هنا عمل مسك كهربائي ولع عندنا مكنة جايبينها ب 20 مليون جنيه قال أنا أعرف أصلحها بوظها متخصص حرقها مثلا. فدي دي أخطاء جسيمة يجوز لصاحب العمل إن هو ينهي علاقة العمل. طب ينهي علاقة العمل إزاي؟ قدامه لازم يرجع لمكتب العمل، تمام، بشكوى للعامل، او يرجع مباشره للمحكمه العماليه. لكن هل يجوز فصله بشكل مباشر منه لنفسه؟ يعني هل يملك صاحب العمل ان هو يفصل العامل مباشره؟ لا ما يملكش. بس في مصر بيملك، هو ده اللي بيحصل. هقول لك واحده واحده، واحنا يعني لا يملك، متعارف عليه ان الصبح قال للعامل مش هتخش المنشاه. ايوه. فالعامل اول حاجه يعملها يطلع على اسم الشرطه يعمل محضر اثبات حال. يعني هو رايح الصبح في مواعيد عمله، الصبح الساعه 9 الساعه 10 زي ما بيشتغل، دخل المنشاه لقى الجهه الامنيه المختصه بتنظيم الامن مثلا او الموظف المختص، قال له حضرتك مش مهندس فلان او دكتور فلان او استاذ فلان، بيقول لك حضرتك مالكش مكان عندنا خلاص. بكل ادب يقول له شكرا، يطلع على اسم الشرطة يعمل محضر إثبات حالة إن شركة كذا اللي بيمثلها فلان الفلاني منعتني من الدخول.
2 يتوجه لمكتب العمل التابع ليه حسب المنطقة اللي هو ساكن فيها، يسأل فين مكتب العمل، وأكيد العمل بيبقى عارف لأنه لسه مطلع منه تمام. كعب العمل بيبقى عارفه. بس دي مش المنطقة اللي ساكن فيها بقى، المنطقة اللي تابع ليها الشركة صح كده؟ أو اللي تابع ليها، آسف، اللي تابع ليها الشركة بالظبط كده. ويروح عامل شكوى فيها تفصيليا شكوته، منعوه من الدخول، طب كان في خناقه، كان في مشكله، يكتب شكوى تفصيليه، مش يكتب كلام بيسموه ايه مشوني وخلاص. لا، ما مشوني وخلاص الشركه هتقول لا انا ما مشيتوش. يكتب شكوى تفصيليه ليه مشوه والوضع ايه والقصه ايه. يبدا مكتب العمل يحاول يعمل تسويه وديه، رفض الطرفين التسويه الوديه. يعني ايه تسويه وديه؟ يقعدهم مع بعض ويشوف هل الشركه عندها استعداد تديله التعويض اللي قرره القانون 2 عن كل سنة اشتغل فيها في الشركة ولا لا. الشركة تقول لا انا ما فصلتوش، ده هو عمل 1 2 3 4. ردت في مدير مكتب العمل، ما يلاقي او الموظف المختص ما فيش اتفاق بين الطرفين، يحيل الموضوع للمحكمة المختصة ويمضي الطرفين على الإحالة للمحكمة المختصة. تمام، ونقف هنا بقى. طيب انا دلوقتي رايح اقدم، انا لسه متخرج وبقدم في شركه قطاع خاص، قالوا لي لازم تمضي على استماره 6 قبل ما تشتغل ومش مترخي، وده متعارف عليه يعني في من يعني من سنين كتيره جدا. يعني اقول لحضرتك كان بيقولوا في ناس بيمضوا ناس على ايصالات امانه كمان، تخيل. في بعض الشركات اللي سمعت بيمضوا على ايصالات امانه بيحصل فلوس او حاجه كده. لا مش بيحصل، بيمضوا على ايصالات امانه عشان يفضل بيسموه ايه يعني سيف مسلط على رقبه العامل، مطرح ما يحب يمشي يمشي يقعدوا يقعدوا. بص حضرتك، انت مضيت على استماره 6 تمام، وجيت جه هم فصلوك فصل تعسفي، مضيت عليها امتى؟ اطعم بالتزوير على الاستماره، بقول انا مضيتها بتاريخ كذا واحكي القصه، او اعمل محضر اثبات حاله بالموضوع واحتفظ بيه. محضر اثبات الحاله مش بيتم اختبار المنشاه بيه، اعمل محضر اثبات حاله ان هم مضوك يوم كذا الساعه كذا على كذا اللي هي استماره 6 او ما شابه ذلك. تمام، وخلي عندك ده اجراء تخليه احترازي عندك، لو حصل اي اجراء غير طبيعي من الشركه من حقك تستخدمه، هيحفظ حقك. دي واحده. تمام، قلت بعد ما عملنا الإجراءات دي نقف هنا لإحالة المحكمة. حقيقة أنا أتمنى في التعديلات، تعديلات القانون الجديدة. طيب. أزمة الأزمات فين؟ إحنا النهاردة أنا هقف عند حاجتين، الإرادة المنفردة والمحكمة. بسرعة كده، المحكمة بتبحث القانون 12/2003 قال لك إذا أنهى العامل أو صاحب العمل. إذن سوى بالاتنين بإرادته المنفردة. فمين اللي إرادته منفردة؟ ده المحكمة اللي بتبحث فيه. هل العامل هو اصطنع حالة كده وقال ده الراجل أنا رحت الصبح وما دخلنيش وعمل حبة الإجراءات دي تمام ومصطنعها، ولا صاحب العمل اللي مشاه؟ فالمحكمة بتبحث في إرادة منفردة. فين الأزمة؟ في كلمة واحدة، في الوقت. النهاردة قضية العامل تقعد 5 سنين وثلاث فانت حضرتك بتطالب بقصه سنين. الوقت انا اتمنى في التعديل الجديد اللي بيقول مش في قصه لا الوقت. لا انت اعمل في مكتب العمل، اعمل لجنه مختصه لبحث الامر، تعمل تقريرها تمام، احلت المحكمه في المده القانونيه اللي قررها القانون. مده التسويه في القانون ده 45 يوم، والمده مش عارف 6. سيبنا من التواريخ اللي تشغل الناس الارقام دي، في النهايه احلتها للمحكمه. تعمل محاكم خاصه في خلال 3 شهور تفصل في القضايا. تمام، انا بس المخرج بشكل تعسفي بيقول لي في وقت الفقره خلص وانا مش عارف اشتكي فين. بشكرك وبتمنى يعني جالنا كميه اتصالات كتيره جدا، احنا بنوعدكم ان يبقى في جزء تاني كمان نتكلم فيه عن هذه المشكله اللي بتهم ناس كتيره جدا، وبنعتذر على كميه التليفونات اللي جت لنا وما قدرناش ناخدها. بشكرك جدا استاذ هاني رمسيس المحامي بالنقد والاداريه العليا، نورتنا جدا. شكرا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه.